لو الحكاية فيها إن فيتو مين أكتر حد انت حرقت دمه؟ مين أكتر حد حرقت دمه؟ يعني الفترة الأخيرة عشان لسه مخلص جيش الظابط بتاعي حرقت دمه كتير. ومين أكتر حد حرق دمه؟ هو برضو كده التعاقب متبادلة. كان إيه الموقف؟ يعني هو المفروض الظابط بتاعي المفروض أنا راجل دكتور وهو راجل دكتور بس فهو كان بيفضل فكرة الميري أكتر من فكرة إن إحنا نتعامل كده فهو كان بيعاملني من هذا المنطلق الميري وأنا كنت بعامله من نفس المنطلق الميري هو بيحب ساعات يتعامل كدكتور في حين أوقات كتير ما بيعاملنيش كدكتور فقررت إن إحنا خلاص الوقت اللي هو عايز يتعامل فيه دكتور بعامله كظابط الوقت اللي عايز يتعامل فيه ظابط بعامله فيه دكتور أكتر حد بيرفع لي الضغط؟ لا محدش يقدر يرفع ضغطي انا ريلاكس خالص اصحابي وانا بجيب لنفسي ضغط الدم بصراحه بس طب ومين اكتر حد انت بتجيبي له ضغط الدم؟ ماما انا بوصل لها لمرحله انها ممكن تطلعني بره الشقه كده بس مين اكتر حد بيجيب لك ضغط الدم؟ اه ولسه كمان اكتر حد بيعلي ضغط انا نفس الشخص اللي كانت بتتكلم عليه قبل انا اللي ضغطي عالي منها دلوقتي لو انت بتعلي من الضغط بعللها برضه الضغط انا برضه بعللها الضغط انا ما بجيبش ضغط لحد انا بارده جدا طب ارفع له الضغط ما يخت طب ومين اكتر حد بيعصبك وبيرفع لك الضغط؟ بيعصبني؟ ماما هديرو ليه؟ كده بتقعد تضربني ليه بحركات غريبة بتعصب من المداخلات التليفونية بتاعت التلفزيون مكالمات التلفزيون؟ رأي الشارع والكلام ده لا بس انا خلصت يعني